نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من أحد يعني من الحضر يسأل، يقول هل يجوز تحنيط الميت وإنزاله في القبر بالتابوت؟ هذا يحصل عندهم في بعض البلاد الإسلامية. لا يجوز أن يحنط الميت. إذا مات انتقل إلى الدار الآخرة، فلا يمكن أن يحاول أن يبقى بدنه، وما الفائدة من بقاء بدنه؟ ليس المقصود يا شيخ يعني أنه، وربما يحنط ليبقى بدنه ويسلط الله عليه دواب والأهوام في قبره ويأكل أكل. بس المقصود يا شيخ لفترة مؤقتة حتى بس يعني ينقل منه. أبدا لا يمكن إلا إذا كان هناك ضرورة. تعفن يا شيخ إذا أبقي؟ كيف تعرف؟ يعني ينقل مثلا من المملكة إلى مثلا إلى بلد آخر. طيب فإذا ما حنط يتغير. أولا لماذا ينقل إلى بلد آخر؟ يعني ما هي بالأرض واحدة؟ لكن بناء على طلب أهله يا شيخ. طيب حتى أهله يبلغون يقول مو بلازم. حتى لو أوصل إنسان أن يدفن في مكان ما لا يلزم أن نمضي وصيته. وإنزاله في القبر بالتابوت يا شيخ لا يجوز إلا لحاجة. إذا كان هناك حاجة بأن تكون الأرض كلها ماء، نعم، هذا لا بأس. أما بدون حاجة لا. نعم.